إن شاء الله الحين راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ما هي أسباب وأعراض ثقب غشاء البكارة؟ الأسباب قد تكون أما السقوط من مكان عالي، البنت تسقط من مكان عالي ويتمزق هذا الجزء، ومن الضروري الإحاطة أن يتم حماية هذه المنطقة من التمزق. أيضا ممكن يكون بسبب السقوط من الحائط أو من السقوط من الدراجة الهوائية أو السقوط من الكرسي أو السقوط من أي شيء، لأن غشاء البكارة حساس جدا 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 بصورة غير طبيعية، وأكثر البنات هاملين هذا الشيء. وأيضا ممكن يكون بسبب دخول جسم غريب إلى مهبل الطفلة، ممكن يدخل مثلا حادث معين يسبب تمزق غشاء البكارة عن طريق دخول أشياء غريبة من قبل الطفلة من إرادتها أو بسبب جهلها أو بسبب الشهوة. أيضا عند اكتشافها لأعضائها بواسطة أشياء بيدها، قد تكون هذه الأشياء مثلا قلم أو مسطرة أو لعبة معينة أو أشياء غريبة، تدخلها داخل غشاء البكارة مما يسبب تمزقه. أو أيضا الاعتداء الجنسي وعوارضه، شخص يعتدي على البنت جنسيا ويسبب تمزق لغشاء البكارة عن طريق القضيب، مما يسبب نزيف في هذه المنطقة. هذه الأسباب الرئيسية التي تسبب تمزق لهذه المنطقة بشكل عام جدا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.